قد قال لي ماما نحبك بزاف بزاف وسمحي لي سمحي لي. قلت له علاه واش كاين؟ قال لي راح نقول لك كلمه وقولي لي ايه ولا لا. لا قلت له واش بك سيد احمد؟ قال لي ماما هذه دنيا كاش ما يصرى لي تحوسي عليا علي حطيت الموس وبقيت نخزر فيه. قلت له سيد احمد انا عم بالي راهو يقصر بصح في وتشو ما كانش تاع قصره شغل وتشو نشوفه يتبدل ماشي كيما كان. حطيت قلت له واش بيك سيد احمد وكاع ما تقوليش سيد احمد هذيك القصه اللي مازال لك ما تقوليش مازالك مع هذاك السيد. بعد خزر فيا هكا بعد قلت له واش كاين بيناتكم؟ قال لي لا لا حبيت برك نقول لك هذه الدنيا الا كاش ما صرا لي تحوسي عليا. بعد قلت له واش رايك فيا؟ بعد قال لي بابا التليزوب وتصور ربعايا دار هكا وتصور ربعايا اللي غايبه اللي دار تصور. وعليها كانت اخر مره ديك وبعدك انا شكيت قلت سيد احمد خطر انا جامي يقولها لي كان نورمال لاباس بي. وبعدك انا شكيت له نشوف هذاك النهار فطر نورمال غير يضحك يضحك مش عوايده يضحك وقاعدين. وبعدك انا قلت اه غد وين عسو انا ما حبتش نبين له وبديت نعس فيه نشوفه من الدار ما خرج قاعد قاعد ويفطر نورمال مي في السهره يخرج مع اصحابه نعس في كل دقيقه. سيد احمد هو هنا يقولوا لي ماما هو هنا يا من الاخر بعد يقول لي ماما كيما ما فهم راحوا الحبه ارا راهم قاعدين راحوا عرفوا باللي يصار فيه بقى نعس فيه الداها في النهار مرات يكون قاعد يقول لي بابا امشي مول في جيبي حبيب قولوا معليش انا عيانه نبقى نعس فيه رايحه وجايه. نهار الاول اللي قالها لي دوزية من نهار الثالث هذاك شغل نهار التالي شغل يضحك يضحك بزاف وغير يعنق فيا ويبوس يقول لي ماما سامحيني ماما سامحيني. هو هكا حنين يعني يعنق يعني انا هو حنين بصح زاد من فوق قاعد يقول لك باش ناكل هكا ويطيح عليا وقاعدين حاجك الشربت كي يشربها عاد تبدي فوق يقول لي سابي يا ماما شو طرش لي والاخر نقول له خلاص خلي نقول له واش بك يا سيد احمد هذاك شغل هكا يلوض في روحو عليا. انا لو كان قال لي وليدي بحسب ماما هكا وهكا القصه وراني خارج الواحد مجهول ودي معاه بالحفه والله ويكون وش يكون. انا عرفت باسكو انا قصرت شويه مع خاوته قصرت مع مجموعه من الاشخاص هنايا من الاشخاص القراب ليه ومن الاشخاص اللي من خاوته سيرتو قالوا لي باللي هو كان مكسل وجاه اتصال بالهاتف صونا له التليفون باش خرج قال لي يلعب ولاباس به جهة اتصال شغل وسائل وتليفون وقال لي حط تليفون وقلع لي كي تحطهم لبس التريكو وحاجك صادي لير في التليفون واخرج دار هكا. وبعد عاود ولا قال له سي بورتو عنده المفتاح يقدر يغلق ويفتح. قال له سيد علي قال له راني رايح دقيقة ونعاود نولي ما تغلقش مورايا الباب. وكانت هذيك دقيقة الأخرى هذيك هي اللي خرجت ويا ريت باركتش هذيك هي خرجت الوحدة ونص تاع الليل على هذاك الميساج اللي جا ولا الاتصال عليها وخرج معاه وترجع. والصعيب انه الانسان ما مسيب بالك هذا الشيء قضاء وقدر بصح صعيب انه الانسان اللي قاعد يطلع كما كي تقولي يقول لو كان ما رقدتش لو كان بقيت فاطنه لو كان خرجت حوست عليه. على بالي بروحي باللي انا وكان هكا شويه هكا تاع وليدي وخارج انا يقول لك ما نرقدش انا مرات هكا برك سيد علي طول برك نبقى سهرانه. محمد قاتلك أم سيد أحمد على الحادثة هذيك كان يقول لها بلي أنا راني كاش ما يصرى لي اسكو تحوسوا عليا كان عنده إحساس بلي حيصرى له حاجة حكات لك هي هذا الشيء؟ في هذيك اللحظة ما حكتها ليش حتى في غيابه باش حكتها لي باش عرفتها أنا حتى كي راح باش حكتها لي تما هو بروش ليها بزاف وشي تحكي في غيابه حكت لي هذه لا بصح وعلاش ما حكيتيها ليش تنصب